وإلى جولة في الملاعب العالمية، خصصت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي راتبا خياليا للتشيلي أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال والذي اقترب من الانضمام إلى الشياطين الحمر في الانتقالات الشتوية الحالية. وذكرت صحيفة تليغراف البريطانية تفاصيل عقد سانشيز مع يونايتد، مؤكدة أن عقد اللاعب سيمتد لأربع مواسم ونصف مقابل 56 مليون جنيه استرليني. وأضافت الصحيفة أن الصفقة تنتظر فقط موافقة أرسنال على بيع اللاعب وكذلك إقناع الأرميني هنريك ميختريان بالانتقال إلى الجانرز. كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن قرار مايكل كاريك قائد الفريق باعتزال كرة القدم نهاية الموسم الجاري. وقال مورينيو في تصريحات صحفية أنه يتوقع أن ينضم كاريك للطاقم الفني للفريق عقب انتهاء الموسم، معبرا عن سعادته باستمرار كاريك مع الفريق كفرد في الطاقم الفني. ويذكر أن كاريك لم يشارك هذا الموسم مع الشياطين الحمر إلا في مباراة واحدة بسبب الإصابة. أشارت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن بايرن ميونخ قد يتخلى عن لاعبه التشيلي أرتورو فيدال في الانتقالات الصيفية المقبلة عقب التعاقد مع ليون غورتسيكا. وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن الدوري الإنجليزي هو الوجهة الأقرب لفيدال في حال رحيله عن البايرن، مشيرة إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي أبدى اهتمامه بضم اللاعب الذي سبق وقام بتدريبه في يوفنتوس الإيطالية. كشفت تقارير صحفية اليوم أن عددا من نجوم ريال مدريد يضغطون على إدارة الملك من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك ثلاثة أسماء ضمن صفوف الملك يرغبون بشدة في انضمام نيمار إلى الفريق، وعلى رأسهم المدافع سيرجيو راموس الذي أبدى إعجابه في وقت سابق باللاعب البرازيلي وكذلك زميله في منتخب سامبا مارسيلو. أما الاسم الثالث الذي ذكرته الصحيفة فهو إسكو الذي يرتبط بصداقة قوية مع نيمار حسب ما قالته الصحيفة. نفى نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات لضم اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب أتلتيكو مدريد. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى اقتراب انضمام غريزمان إلى النادي الكتالوني وأن الإعلان عن الصفقة سيتم قبل كأس العالم القادم. ورد برشلونة اليوم في بيان رسمي على تلك الأنباء مؤكداً احترامه لنادي أتلتيكو مدريد واستيائه من تلك الشائعات.